للمزيد مشاهدينا حول بيان مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ رضا صقر رئيس حزب الاتحاد. الأستاذ رضا، بعد التحية، يعني ما الجديد الذي يمكن أن يضيفه مشروع القانون الجديد، خاصة أنه يفترض أن النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوة الجنائية؟ اهلا بحضرتك وبالساده المستمعين. خليني اقول لحضرتك طبعا هذا القانون الذي مشروع القانون الذي تم اعداده ده ثمره مجهود استمرت لمده عامين. اللجنه الفرعيه تواصلت واشتغلت فيه واشترك فيه كافه اطياف المجتمع وكافه النقابات المختلفه. نعم. وتم الادلاء بكل الافكار والاراء، لأنه في النهاية هو مشروع مجتمعي وهو نتاج عمل جماعي تشاركي. نعم. هدفه إن احنا نعمل إرساء لنظام قضائي عادل يحمي الأفراد ويضمن للمجتمع استقرار. نعم. وكانت الركيزة الأساسية، وبالتالي اشترك فيه كافة الأعضاء في اللجان، ممثلي حكومة ومجلس قضاء أعلى. نعم. وبالإضافة إلى السادة الصحفيين ونقابة المحامين وإلى آخره. كل ده يعني ان احنا النهارده عايزين نوضع قانون يمثل طموحات المجتمع المصري بكل فئاته ويحقق نبض الشارع المصري. نعم. علشان تتكلم في الكلام ده النهارده، انت محتاج انه يبقى فيه توافق مجتمعي، توافق بين النقابات والاحزاب السياسيه. نعم. وكل يدلي بدلوه في اطار القانون والدستور. عظيم. حقيقة علشان نكون صادقين، احنا في حوار بناء بين اطياف المجتمع في مشروع هذا القانون. نعم. وانا عايز اركز على كلمة مشروع، لانه ما زال مشروع، ليس يعني هو النهاردة ما وصلش لمرحلة. نعم. القانون مفهوم يا استاذ رضا. نعم. ده مفهوم، هو نتائج طبعا الحوار الوطني والحوار المجتمعي. يعني السؤال هنا، ما هي العيوب التي تم رصدها في قانون الإجراءات الجنائية القديم، وما هي المقترحات التي تم يعني فرضها رصدها للقيام بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟ شوف، احنا كان اهم باب فيه طبعا، عشان هو ده الحديث الشاغل وده مرتبط مباشرة بالإنسان، هو باب الحبس الاحتياطي، وده كان اهم توصيات كانت بتدار ومناقشات تم ادارتها في الحوار الوطني. وكان متعلق بانه الحبس الاحتياطي النهارده ده اجراء احترازي يجب ان يتحدد بحدوده، ما يبقاش عقوبه. وبالتالي كنا بنطالب ان هناك بدائل للحبس الاحتياطي، وبالفعل تم النظر في هذا المشروع على ان يكون هناك بدائل للحبس الاحتياطي، وان يكون الحبس الاحتياطي بديلا وليس اصيلا، الا في الجرائم التي تمس الامن القومي المصري، القوائم التي تمس الجرائم التي تمس الارهاب. ايضا تحدثنا ايضا في ان في تقييد سلطه مامور الضبط القضائي في القبض والتفتيش ووضع نظام متكامل لهذا، ده موضوع مهم جدا. ايضا تكلمنا في حمايه المبلغين والشهود والمتهمين والمجني عليهم. كل ده تفعيل للدستور. كل دي مناقشات دارت داخل مجلس داخل الحوار الوطني، وتم اصدار توصيات بها من مجلس امناء الحوار الوطني. نعم. ايضا تحدثنا في ان يكون هناك تعويض عن الحبس الاحتياطي. نعم. كل هذه الامور بتعني انك عايز تحافظ على المجتمع المصري وعلى حقوق افراد المجتمع المصري، وبالتالي بتقلل الضغوط الموجوده. نعم. في الحياه العامه للمواطن. نعم. المصري النهارده الحبس الاحتياطي بيتالم منه المحبوس احتياطيا واسرته. نعم. وذويه، وبالتالي بيأثر على المجتمع المصري النهارده. انت لو حضرتك بصيت برؤيه بسيطه، اذا كان لجنه العفو الرئاسي بصلاحيات السيد الرئيس او النائب العام لما بيفرج عن المحبوسين على ذمه قضايا نشر واخرى، ده معناه ان الدوله بتسير بخطى متوازيه ومتناسقه في ملف حقوق الانسان. نعم. وفي استجابه مباشره واضحه من المؤسسه الرئاسيه لمخرجات الحوار الوطني. سريعا استاذ صقر، النيابه العامه اصبحت هي صاحبه الاختصاص الاصيل في تحقيق وتحريك ومباشره الدعوه الجنائيه. سريعا، ما هي الميزه التي يفرضها مشروع القانون في هذا الصدد تحديدا؟
بص، هو النيابة العامة طبعا القانون القديم كان بيمنح النيابة العامة سلطة تحريك الدعوى الجنائية، وكان التحقيق لقاضي التحقيق. النهاردة الإجراء الجديد والنص الجديد بيمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية، فبات صاحب الاختصاص الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها هو النيابة العامة، ده طبقا للدستور، الدستور المصري. أيضا في ضمانات كمان بتعزز حقوق الإنسان في هذا الشأن اللي اتكلمنا فيها، إنك تقلص الحبس الاحتياطي وتأيد سلطة مأمور الضبط القضائي. يعني النيابة صلاحياتها زادت، وده ميزته الوحيدة إنه يبقى في سرعة تحريك القضايا الجنائية والدعوى الجنائية، ده يبقى له مردود في الحبس الاحتياطي. لو النيابة كان لديها سرعة وقضينا على البطء في التحقيق والبطء في تحريك الدعوى الجنائية والبطء في حالة المتهم إلى محكمة الجنايات، كل هذه الأمور أنت بتعمل وقاية للحبس الاحتياطي قبل ما تعمل معالجة للحبس الاحتياطي. لأنه لو النيابة العامة اتصرفت بسرعة في كافة مراحل إجراءات التحقيق، ده معناه أن أنت مش هيبقى عندك محبوسين احتياطيا في السجون المصرية، لأنه النيابة العامة لو أحالت الدعوة للمحكمة المختصة يبقى النهاردة هتلاقي أن المتهم اتحبس مثلا لا يقل عن 30 40 يوم وتحل محكمة حتى يتم النظر. نعم، في وبالتالي ما بقاش محبوس احتياطيا على ذمه قضيه، وهذا الحبس بينال من حريته وحقوقه، وبالتالي يبقى انت كده بتهدر حق المواطن المصري. صحيح. اشكرك شكرا جزيلا الاستاذ رضا صقر رئيس حزب الاتحاد. اشكرك شكرا جزيلا.